مساء الخير أيها الحضور الكريم، مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات على أمواج الإذاعة الوطنية. وفي هذه الليلة المتوهجة بنور المحبة والاعتراف والامتنان، في هذه الليلة الدافئة بحرارة اللقاء والوفاء من قبل مجموعة من الأحباء الذين يلتفون حول نجمة سطعت في سماء الغناء والطرب، نجمة قدمت أحلى ما يشنف السمع ويهذب الضوء ويسمو بالحلم نحو آفاق بعيدة لتعيد للحياة لباسها المنمق والمزركش. نجمتنا اليوم مستمعينا هي الحياة، حياة الإدريسي. لأنك اليوم منورانا ومشرفانا لك في الاستوديو. شكرا لهذه الاستضافة وشكرا للشركة الوطنية، نقول دار الإذاعة التلفاز المغربية، وكنشكر الجمهور اللي حضر معنا، وكنشكر الضيوف الكرام والموسيقيين اللي معنا، وطبعا كنشكر حتى المستمع والمتتبعين هذا البرنامج اللي كانت ماليه الاستمرار والنجاح دائما. طبعا البدايات هو المشوار الفني دائما تيكون صعيب، ولكن البدايات كتكون اصعب باش توصل للناس في واحد السن صغير، ما عندكش اللي غادي يشجعك، ما عندكش اللي غادي يدلك على الطريق الصحيح، فطبعا صعيبه بالنسبه للاول الاخص البنت. نعم. فكنت في المعهد ديال الدار البيضاء، كنت كندرس المعهد الدار البيضاء قسم موسيقى، كندير سولفيج، وملي كنخرج كان قبالة المعهد كان قسم موسيقى ديال جوق الدار البيضاء. نعم. كنخرج من تما كنمشي نشوف الفنانات تما، حتى جات الفرصة ودخلت لداخل قسم موسيقى وتلاقيت مع السي الحبيب الإدريسي، وكانت أول أغنية اللي هي كلمات مروان اللي كنحييه من هذا البرنامج، وحتى هما كنتقاسم معاهم هذا التكريم، لأن بدايتي كانت معاهم السي الحبيب الإدريسي وسي مروان، أغنية أول خطوة وكانت أول خطوة. أستاذ عزيز قلبي، مين كتقول كنتسنى منك شي حاجة؟ لا أنا كنت اتصلت بها وما كنتش نسمع مزيان، وأنا نقول لها شكون معايا سيدي؟ قالت لي هذا لالا حياة من سيدي. هذه المساحة الصوتية تسمى بالألطة. الشيء اللي كاين كاين هنا فين تلاقيت مع سيد الطالب العربي. ودائما ملي كنقولوا حياه ادريسي فهي ام كلثوم المغرب، كاين ام كلثوم الشرق اللي الكل كيعرف ام كلثوم، وكاين ام كلثوم المغرب اللي كنعتز بها وكنفتخر بها، واليوم هي المحتفى بها. اختيار ديال حياه ادريسي للتكريم لام كلثوم اختيار ديال واحد المدرسه عريقه اصيله، وانا تنعتبرها جامعة الغناء العربي، هي الأغاني بالنسبة للفتيات والأصوات النسائية هي أم كلثوم. تنظن النساء أكثر، لأن أم كلثوم تنحس بها ملي كتغنى بصوت نسائي كنحس بها أصدق وأكثر، وكنحس بها أصدق بصوت حياة الإدريسي. علاش؟ ماشي مجاملة، تنظن أن المساحة الصوتية اللي تكلمت عليها حياة الإدريسي لا تاي لا تيستور كيف تيقول لها الفرنسية، تتساعدها باش تغني هذه الأغاني بإتقان كبير. وتنظن أن لو فيت باش تتلقى حياة الإدريسي دعوات متتالية من دار الأوبرا المصرية باش تغني هذا اللون في عقر دار المصريين، ماشي سهلة، واعتراف ضمني، اعتراف كبير منهم على أنه هذا الصوت اللي غادي على الخطى الصحيحة واللي خدا المسار الصحيح دياله، واللي كيستحق فعلا أنه يكون امتداد ديال مدرسة كبيرة كلثومية، وهذا فخر لنا احنا كاملين كمغاربة. أنا اليوم جيت سعيد، لما أني جالس أحدى فنانة من الفنانات الكبار اللي عندنا في المغرب. هذا الإنسان يعني سألتها قبيلة قلت له أنك تقلب، كاين جوج ديال النماذج، كاين اللي كيقلب وكاين اللي كيشخص. الأستاذة حياة الإدريسي ما كتشخص ما كتقلب، بل كتغني اللحن. نعم. إلا غنت اللحن بمعنى هي كمطربة، احنا سمعنا ان الاشياء اللي كدير
ما هي يعني ما كديرها ام كلثوم ولا كيديرها حد اخر، يعني هي احساسها كمطربه، هي ذاك المكتسبات اللي عندها الفنيه، يعني التجربه اللي عندها، يعني الوقت اللي كتوقف تغني كتهز حياه العاديه وكتولي حياه اخرى من غير هذيك اللي كنكونوا كنعرفوا. السي عز الدين سقلي انت يعني صديق الفنانين وكنشكرك على انك انت اليوم معنا ومنين اتصلنا بك يعني من الاول قلت على انك يعني بكل حب اليوم غادي يكونوا في هذه السهره، سهره تكريم للحياه الادريسي. فقبل ما نقولوا الكتات ولا تقول لنا ديك القصيده الملحه اللي موجده للحياه. انا اللي وقع لي البارح بغيت نعاودها لكم هذه صراحه، كنت في واحد المحل تنشتغل فيه تنغني، جا عندي واحد المصري قال لي يا سقلي والله صوتك جميل، علاش بالضبط تغني مالوف؟ مالوف الملحون مالوف. نعم. يعني صوتك يمكن تغني به اي حاجه عصريه عصريه هذا. وانا حشمت مع الناس قالت لي شوف شنو بغيتي تسمع، قال لي عبد الحليم الا ممكن، شفت في الدراري الموسيقيين تفقت معاه وانا نعمل له جلست والخوف بعينيها تتأمل في نجار المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن أهواك وتمنى لو أنساك، أهواك وتمنى لو أنساك انسى روحي وياك، لو ضعت بقى فداك وفتالي اهواك وتمنى لا وانساك الضحك عجيبه